يعني إذا أردتم الله تفضل. قصيدة صراحة حركت أشجاني، وهي نخرج على الموضوع قليلا. يعني توجد هناك حملة أي شيء يلصق بالإسلام، صحيح؟ نعم. وهذا للأسف يعني ناتج عن جهل. لو علموا أولئك الدين الحقيقي ما تكلموا بهذا الشيء بلا شك. نعم. فالذي يتكلم عن هذا الشيء لا يعلم عن هذا الدين، وليست فيه، ليست الطامة هنا، الطامة في أهل الدين الذين يصدقون من يشتم أو يلصق اتهاماته بالدين. هناك قصيدة كتبتها قريبا اسمها كفى، تقول: لم يكن الإسلام سلاحا، لم يكن الإسلام دما، لا إرهابا لا تفجيرا، بل هو للإنسان حما، فكفى أن تنقبن التهما. عنونتم للمجرم مسلم، عنونتم للقاتل مسلم، يا غرب فلا الإسلام هما. فكفى أن تنقبن التهما. القتل شريعة إنسان لا دين لديه ولا ذمما، لا فرق لديه بتفجير فجر باريس أو الحرم، فكفى أن تلقوا بنا التهم. إسلامي دين الوسطية، ومحمد عليه الصلاة والسلام، إسلامي دين الوسطية ومحمد خير البشرية، والناس هم الناس سوية، قد أخذوا روح الحرية، فكفى أن تلقوا بنا التهم. المسلم بستان مورق، حب أسمى قلب مشبق، نبض إيقاعات سلام، أجنحة حمامات تخفق، فكفى أن تلقوا بنا التهم. السلام عليكم. الله عليك، ولا فطفوك يا أبو أحمد. والنعم أبو أحمد، ما شاء الله تبارك الله. أنا عندي عتاب محب. أول شيء إنك مقل جدا، أو ظهورك مقل، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني بل كسول، قلها ولا تخف. لا لا لا، كسول صحيح. بس أبو معليش أبو أحمد، بالصيد ما أنت بكسول. أيوة في جانب ثاني، غذاء الباطن يختلف. راعي صيد وراعي طيور وراعي راعي جيات، ما هو بكسول أبد. اما بل لا، حتى كلنا انا اشوف ما شاء الله، بس انه ممكن والله انا انضم للاخ عبد الرحمن. اي والله ابو الشيء الثاني ابصر المره انت تحمل رساله مقل. وش وهو عنده ما يقدمه، عنده شيء ما شاء الله، عز الله جد. يعني انا والله يعني والله الحمد لله، واتمنى ان اكون عال على الشعر. هي محاولات ومواكبه لبعض الاحداث صراحه، والشعر هي كلام الشعور، لسان الشعور صراحة. وإن لم تتفاعل مع وطنك، مع دينك، مع أخوتك، مع زوجتك، مع أمك، مع أبيك، تدخر الشعر لمن؟ صحيح. إلى متى؟ هذا هو المفروض. ولكن فعلا كما قلت أستاذ عبد الرحمن، هناك كسل، هناك كسل في الظهور، هناك كسل في المزاحمة، لكن لعل الله أن يكتب لنا إن شاء الله بعد أن تعدينا الثلاثين. والله الأعمار هنا تضرب. عبد الرحمن 35 وصل. أنا آخر صوم 35. عنده حد زيادة. طيب أنا يعني محب بشعرك، وش أنا وين أحصل؟ والله ما حتى الآن إن شاء الله أنا في صدد، إن شاء الله كديوان لا أنا إن شاء الله في صدد تجميع ديوان ما شاء الله. أما أشعاري مبعثرة ما بين المواقع والمنتديات وبالساحات شيء خاص بك؟ طيب هناك خاص أخ، هناك قصائد ذاتية، وبإذن الله راح أجمعها وأضعها في ديوان واحد فقط. وأنا عندي فكرة، فقط ديوان واحد يكفيني، ليس المقصد كثرة الدواوين، إنما ما يقال في هذا الديوان. المتنبي والشعراء العرب كل ما لهم إلا ديوان واحد، كثرة الدواوين هذه متعبة. وإن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله من اليوم سأحاول جديا بأن يعني أجمع. يعني نقدر نقول أقنعناك بالشيء ذا؟ والله أكيد الحين أقنعت يعني كل شيء. قررت الآن يعني ديوان. أنتم أقنعتوني. لا هو قفلة الصيد كسول الديوان ننتظره إن شاء الله. مع أن وأنت بخصيل ديوان الكتابي أصبح يعني
يعني قلم ممكن قلم مرتادون. ممكن ديوان ديوان الكتروني قصدي. ممكن ديوان مسموع او ديوان مسموع مرنية. ممكن صوتي كويس او حتى اهم شيء يكون مرجع يعني كان انا عن نفسي يعني اعشق الشعر الفصيح خاصه النثر اللي هو يسمى الشعر. طيب انا بسالك سم يلا كور ملعب كلام انت مرشد لو قدمت لك قصيده نبطيه او فصيحه ماذا تختار؟ انا اختار فصيح اكيد. ايه لكن ما خلصت عمل لسه مخلص وعمل من كلمات الشاعر مشتاق حسين فصيح واديب. ايه واديب شغل فصيح بس احيانا اضطر اني انشد التغيير مش اضطر انه لا انه انا كرغبتي انا كمنشد انا احب كذا انه الناس تسمع. فانا مثلا سجلت القصيده المجروحه كان نبطي وضربه ضربه يعني تو وانا جاي واحد يقول المجروح لا ست سنين الله هذه بالنبطي نبطي ليش؟ فيديو كليبهم اي ليش؟ لانه الشعراء النبطيين يحاكون عامه قريبين يعني للمتلقى قريبين للمجتمع بقوه يعني كلمته بس انا فصيح بالنسبه لي والله هذا تشجيع باذن الله ان شاء الله يا عبد الرحمن نحاول ندخل في عالم الفصيح النبطي عطار الفصيح النبطي اذكر قبل فترة قريبة وبعيدة كتبت لي خاطرة جميل أكتبت أنت؟ لا كتب لي أبو أحمد سبائك وعشرة سبائك وعشرة الله نسمع من صوتك موجود الشاعر موجود خاطرة صلاتي الله أكبر كونه اللي نذكر سبائك عشرة ما شاء أنتم مشتاق جيدة ما شاء الله أبدعتم فيها والله عطني ما تحضر ذي أنا عندي خاطرة ثانية عن صلاة تسمحون نقولها يلا ما تفضل الله يرضى الله أكبر صوتها للكون عطر فيض ترحاب فيا مخلوق أبشر الله أكبر حبه فينا تجذر فلتقم يا حب للمحبوب تظفر هانا لله آت قرة العين صلاتي ونجاتي إنها أعظم شيء في حياتي يا حياتي يا صلاتي ها أنا لله آتي. منو كاتب لي واحد؟ والله شممت رائحتي في هذه الحروف. ما كاتب لي والعمل منتهي من توزيع عبد الله العبره ومن تسجيله. ما شاء الله لا ننسى أهمية الصوت. لكن ما نزلته وعندي موجودة وإن شاء الله بتنزل قريب بإذن الله. الله يبشرك. ننتظره احنا لك أنت برضه. ديوان إن شاء الله وديوان ينزل الجميع إن شاء الله. ما شاء الله. رفع الله قدرك. أبو ماجد ودنا يعني احيانا لك قفشات يعني او مداخلات فتدخل احيانا لقاعد بقروب ونسولف او شيء وكذا لك يعني تطرق احيانا للجو اللي احنا فيها الاخضر هذا مثلا فودنا نسمع شيء يعني ويلامس والله يا ابو جسار ما تغلى عليك انا والله تسلم عندي قصيده من يوم شفت هالاجواء تذكرت هالقصيده نويت ازهر عزبتي الله وارجاز ازاز عزب السياره وانت الكاتب هنا هذه انشدها المنشد المعروف صوت العرب صالح اليامي ما شاء الله اي نعم ما شاء الله ودائم تنزل في قناه الصحراء لكن الحقيقه يوم شفت هالاجواء اللي انتم حطيتونا فيها تذكرت القصيده ذي يا سلام تسلم يقول نويت أزهب عزبتي والمعامير واشلع الجو يغري يلي يشوفه مع صحبة تحيي عطور التعاليل شرواكر مع صحبة تحيي عطور التعاليل وما فيه ملي يعتذر في ظروفه واليا لقينا خايع علها السيل نبت الخزامة والنفل في كفوفه وفيهم سالم غردت بالمواويل حول الزهور كل غصن تحوفه يا ما حلا وسطه نزول الرياجيل أهل الكرم وأهل الأدب والمروفة والنار تشعم والعطر ريح تلهيل وسوالف مثل العسل في رشوفة سوالف ما مرها القال والقيل ما هي سوالف تنتهي بل حسوفة واليا تسامرنا تحت ظلمة الليل صوت المطر يطرب قلوب شغوفه مع هالرعد صوته صب الهماليل وبرق بكل الليل يقدح رفوفه نرقد وكل قلبه اصفى من النيل وكل يشيل الحب
في وسط جوف هذه حالات البر والهيل والسيل ويلي معي نويت هذه وصوفه. سلام سلام سلامك صح لسانك صحة الدرج صح والله صراحة بقى والله دخلنا جو الصراحة وصوت الخرير والجمال. لكن أنا أذكر كان لكم مشاركة بمهرجان بريدة في ديوانية بريدة أذكر ديوانية بريدة هي اللي كنا شاركنا بذيك صح؟ شاركت إيه. مساوى الظاهر هي ديوانية بريدة هي تتبع فعاليات صيف بريدة الله الله فالحين أنتم يعني مستقبل بريدة تعرف تعجب المهرجانات ومن تمور وعيد وربيع والحمد لله حققت الأولوية لا من صيف ولا من ربيع صحيح. بالذات الربيع أخذ يعني يمكن 3 جوائز متتالية كأفضل مهرجان ربيع صحيح مهرجان حتى صيف بريدة أخذ تقريبا 3 سنوات متتالية الأول كذلك مهرجان التمور العام الماضي أخذ أفضل بيئة مهرجان بالسعودية فالنجاحات ذي أحيانا مو معناته أنه أقيم يعني بعض الناس الآن يفهم مهرجان شو اسمه التمور وكذا أنه تمر وبيع وشراء وكذا لا لا صحيح في أجواء صراحة وفي فرص عمل وفيه حركة بشكل عام يعني حركة حركة اقتصادية وحركة سياحية ويكون عندك ثقافة عن التمر مثلا عندك العنب قبل شوي انا عارف عنب نوع معين التمر نفس الفكرة في انواع واشكال ويعطيك اشياء كبيرة صراحة كذلك مثل الربيع ربيع بريد وكذا وها في تنوع بنوعية المهرجان والتجديد يعني في مثلا الطيران في مثلا اسر منتجة في كذا بس الميزة بكل مهرجان انه كيف يتطور او كذا وها افضل شيء انه ما يستمر على نفس الروتين معين احسن شيء انه كل سنة يكون في شيء حاجة جديدة كذا وهذه اللي تجذب او تحرك المنطقة يعني بسياحية ولا شك ان ابناء المنطقة لهم اسهام كبير بتفاعل وبتنمية هذه المهرجانات وبالتجديد يعني انا اشوف ابناء المنطقه بشكل كبير يساهمون بالاشياء هذه لا ننسى بعد الانديه الرياضيه عندنا مثل نادي التعاون ونادي الرائد كانت لهم جوانب اجتماعيه كثيره من مهرجانات انشاديه من ليالي رمضانيه صحيح من دعم للمهرجان معين او كذا ممكن هم متصدرين النوادي بالمملكه اجتماعية من الشغلة هذه صحيح كمهرجانات وزي كذا لهم اسهام واضح مرة لازم يكون يعني صراحة بالجوانب ذي منطقة القصيم عموما وبريدة تحديدا الأدوار هذه اللي تقوم بتحرك الأجواء بشكل عام بعد شو اسمه لا ننسى دور المسرح مع أنه إلى الآن يعتبر طيب ضعيف جدا المسرح بس سبحان الله ترى المسرح توقع بالسعودية كله يعني إيه على مستوى السعودية تقريبا السعودية كله يعني ضعيف بشكل عام فسبحان الله احيانا انا لاحظت سوينا اعمال مثلا احنا والاستاذ محمد اليحيى وكذا يعني ما شاء الله في جمهور بريدة تحديدا متميز يعطون جو صراحه متميز يعني صراحه يجون ويصفقون لك ويثنون عليك ويصورون معك ولا شافوك بعدين قالوا ايش عندك جديد بعد صحيح احيانا الجمهور مثل ذا احيانا متعطش هو اللي ينعش كوره الله هو جو صحيح. صراحه فمثل هالاجواء ذي تحرك فودنا احنا يعني زي ما تقول بالاشياء اللي تلامسونا مثلا هالشيء ذا بريده صدرت التمور والعنب والبطيخ وصدرت حتى الشعر الان بدا ما شاء الله ما بقي الا تصدر زمزم جمهور زمزم لكن مثل ما قال ابو جسار يعني 3 مهرجانات للتمور المهرجان اللي بعد الموسم الرطب نعم ثم يجي موسم الكنيز الضميد المعبى مقتبل الشتاء ثم ياتي موسم قبيل رمضان صحيح اللي هو الان اللي هو نعم الان تقدم التمر نعم يكون الان فما شاء الله البريده مثل ما قال الامير سلطان رحمه الله سله غذاء المملكه بكل ما تحمله الكلمه من معنى والكليجه ما شاء الله احنا نشوف كليجه بعيده ما كليجه تبون ابو ماجد قال لي خلي واحده بس ما انت عارف اللي في خاطري يا ابو عاد ما شاء الله تواجدكم بالمهرجانات انتم ما شاء الله دائما متصدرين اي نعم بلا شك شعراء ما شاء الله دائما متصدرين بالمهرجانات انا ظاهر شفتك في مهرجان نعم هو غالبية حضور بالأندية الأدبية لأن تعنى بالشعر الفصيح أكثر قليلا فهناك مشاركات وأن لم تغطى بالتغطية الكافية
لكن انا فيه حينما رايت الكليج صراحه. على طاري كليج هذا قرصاقيل، يلا هذا قرصاقيل هذا عد اكله معروفه طبعا قرصاقيل هذا.